ينضم إلينا عبر سكايب من دبي رئيس مركز الشرق الأوسط للبحوث الدكتور سمير التقي. نرحب بك دكتور سمير. قبل الخوض في مضمون جولة بلينكن في المنطقة، أن يزور وزير خارجية أمريكي المنطقة 5 مرات في مدة قصيرة نسبيا 3 أشهر، هل هي مسألة عادية أم ينبغي التوقف عندها؟ لا بالطبع، أولا أتشرف بكم وبجمهوركم سيدي أهلا. الكريم. أعتقد بأن ما نشاهده الآن هو انهيار كامل للأسس والتحالفات التي نسجت الولايات المتحدة على أساسها علاقاتها بالإقليم منذ أكثر من 3 عقود. تنهار هذه التحالفات وينهار أسس هذه السياسة، وتواجه الولايات المتحدة عزلة وإرباك كبير وعدم قدرة على استعادة زمام مبادرة. لذلك أعتقد بأن هذه الزيارات، رغم أن كل واحدة منها كانت لها أجندة محددة، لكنها بشكل عام تعكس هذا الإرباك الشديد، هذه العزلة الشديدة، وهذه الورطة التي تجابهها الولايات المتحدة الأمريكية في الإقليم على نطاق استراتيجي. إذن كل جولة لها أجندة محددة دكتور كما تفضلت. الجولة الخامسة هذه الأخيرة، بما اختلفت عن سابقاتها؟ هي تختلف في عدد من العوامل. العامل الأول أن هناك نوع من التخامد أو مستوى معين من التخامد في العمليات العسكرية الإسرائيلية، ومن جهة أخرى يتضح مستوى الأزمة داخل الحكومة الإسرائيلية والخلاف داخل الحكومة الأمنية. من مستوى ثالث هناك الفشل الكبير الذي يواجهه الجيش الإسرائيلي في إنجاز أي من مهامه الحقيقية. وفي ذات الوقت هناك محاولات جدية لمنع انتشار الصراع. كل هذه العوامل تلعب معا في وضع الأجندة الراهنة لبلينكن. ويضاف إليها قبل كل شيء هو محاولات صياغة تصور لمرحلة المباشرة بعد وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار لن يجري كعملية، في اعتقادي لن يجري كعملية واحدة في لحظة معينة، وإنما ستستمر إسرائيل في محاولات عمليات محددة كما تفعل في الضفة الغربية، ولكن على الأقل إغلاق الصراع بصفته حربا مفتوحة هو ما تسعى إليه الآن الولايات المتحدة. إذن صيغة تصور لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار. بلينكن قال كثير من دول المنطقة مستعدة للاستثمار في جهود إعادة الإعمار ودعم الفلسطينيين في حكم وطنهم. تردد مصطلح اليوم التالي للحرب بشكل كبير خلال الأيام أو الأسابيع أيضا الماضية، لكن هل تعتقد أننا أصبحنا أمام برامج وخطط تتعلق بهذا المصطلح؟ الكثير يتعلق بما سيجري وتنتهي عليه الحرب. أقصد بذلك أولا هو هل ستبقى الحكومة الإسرائيلية بشكلها الحالي، والنقطة الثانية هي مدى التوافق الذي يمكن تأمينه بين الموقف الأمريكي الذي يسعى بشكل جدي من أجل فتح الطريق لإدارة فلسطينية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية لغزة. هذا الموضوع لن يتم طالما أن إسرائيل مستمرة في عدوانها، ولن يقرر مستقبل الوضع في غزة سوى الفلسطينيون أنفسهم. يمكن للدول العربية وبعض الدول الإقليمية أن تساهم في عملية تعافي المجتمع الفلسطيني، ولكن لا أحد سيقبل أن يأتي ويدخل إلى غزة لكي ينظف الأعمال الإجرامية التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني. لذلك في اعتقادي الولايات المتحدة تجابه فشلا رئيسيا بين سعي إسرائيل للاحتفاظ بقدرتها على القيام بضربات، وبين غياب أي قدرة لإسرائيل على إدارة غزة. عمليا إسرائيل تعترف الآن أنها غير قادرة على إدارة غزة، وأنها تريد فقط الاحتفاظ بالقدرة على توجيه ضربات في غزة بعد الأحداث، وهذا أمر يتناقض جوهريا مع أي دور يمكن أن تلعبه أي دولة عربية أو إقليمية في عملية التعافي. وبالتالي
أعتقد أن هناك إشكالات كبيرة مع إسرائيل من جهة، وفيما يتعلق بكيفية بناء بنية إدارية تسمح بإدارة الوضع في مرحلة التعافي، وإن كان في نهاية الأمر في اعتقادي لن يمكن لأي جهة أن تدير الوضع في غزة سوى الفلسطينيون أنفسهم. بلينكن قال أيضا هناك أمل بإقامة دولة فلسطينية، تصريح مكرر على لسان الدبلوماسية الأمريكية لعقود خلت، لكن هذه المرة وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، هل يحمل هذا التصريح هذه المرة أبعادا مختلفة برأيك؟ في رأيي يحمل أبعادا مختلفة بالضبط، لأنه من مصلحة إسرائيل أصبح من الواضح أن إسرائيل بالذات لم تعد قادرة على حماية أمنها، طالما أن المحيط الاستراتيجي المحيط بها يبقى معاديا، وطالما أنها في جو في 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 ضمن الحدود التي تسيطر عليها يوجد الملايين من البشر الغاضبين الحانقين المظلومين والذين يعيشون على حافة القدرة على الحياة. وبالتالي أعتقد أن من وجهة نظر حتى إسرائيلية حتى من وجهة نظر أمريكية في اعتقادي قضية أن يعني مثلا فنضرب مثال، إسرائيل صرفت أكثر من ملياري دولار على الحواجز والأسوار التي بنتها إضافة للتقنيات العالية التي استخدمتها فيها، يعني المرة المقبلة ستبني ب10 مليارات دولار أسوارا إضافية ثم تخرق في عمليات إضافية. من الواضح بأن منطق القوة المفرطة ومنطق الأسوار هو منطق مسكوب بالتعريف من الناحية الاستراتيجية، وأن إسرائيل بجغرافيتها الراهنة لن تستطيع البقاء وهي ترتكب ما ترتكبه ضد ملايين من الفلسطينيين. لذلك من وجهة نظر معينة أمريكية وحتى بأوساط اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية، قضية حل الدولتين هو حل لمصلحة إسرائيل. وبالتالي الدكتور، بعيدا عما فعله العدوان في القطاع من تدمير للحجر وإبادة للبشر، هل وضع يوم 7 أكتوبر القضية الفلسطينية أمام واقع جديد بعد سنوات من الإهمال على المستوى الدولي؟ ليس فقط على المستوى الدولي بل وأيضا على المستوى الإقليمي، وكان هناك اعتقاد لدى القادة الإسرائيليين بل والأمريكان بأن العرب يمكن أن يتسامحوا حتى مع عمليات تهجير محتملة بعد أحداث 7 أكتوبر، ولكن في اعتقادي أن ما نشأ في المؤتمر العربي الإسلامي أوضح بأنه مهما كان هناك محاولات لبعض الدول العربية من أجل مد يد السلام لإسرائيل، فإن الوضع العربي بشكل عام والوضع الاستراتيجي في الإقليم بشكل عام لا يسمح بإدارة الظهر، ووضع كما تفضلت وضع القضية الفلسطينية في مركز الأحداث. العالم من ماليزيا إلى ألمانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية لن يكون ذاته بعد 7 أكتوبر كما كان قبله. وبالتالي نعم هناك تحول كبير يظهر بأن هذه القضية التي تعمدت قوى غربية كثيرة إدارة الظهر لها لم تكن سوى عبارة عن بؤرة تتفاعل وتنفجر كل فترة وفترة في وجه العالم بكامله، وكادت أن تجر الإقليم بكامله وتهدد الأمن العالمي بشكل جدي. ولذلك في اعتقادي هناك حتى من وجهة نظر مستقبل وجود إسرائيل في الإقليم الأمر أصبح حرجا إلى أبعد الحدود. طيب دكتور، كما تفضلت قبل 7 أكتوبر تراجع الاهتمام الدولي والأمريكي بالقضية الفلسطينية لصالح ملفات أخرى لا سيما الحرب في أوكرانيا. الآن بعد أكثر من 3 أشهر على هذا العدوان والنتائج التي نراها، بتقديرك كيف ستعيد الإدارة الأمريكية ترتيب أولوياتها في العالم بين حرب في الأراضي الفلسطينية وأيضا حرب أخرى في شرق أوروبا وصراع نفوذ مع الصين لا سيما في شرق آسيا؟
سؤال جميل سيدي. أعتقد أولا بأن الوضع ينهي موضوع الصين. لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد بأن لديها الكثير من الأوراق المشتركة وساحات العمل المشتركة مع الصين، بحيث يمكن القول بأن بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية هناك منافسة شرسة وشديدة، ولكن لا يوجد عداء صفري. الموضوع مختلف تماما مع روسيا. في اعتقادي، بغض النظر عن أن قضية أوكرانيا قد غابت من الإعلام، فإن بلا شك بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى الحرب في أوكرانيا وتعطيها الأولوية. والدليل على ذلك هو أن الرئيس بايدن فور أحداث 7 من أكتوبر في كلمته الأولى تحدث عن علاقة بين حماس وإيران وبوتين، وأشار بذلك كتبرير لقضية إرسال حاملات الطائرات إلى الإقليم. بلا شك بأن الولايات المتحدة الأمريكية تربط مجمل هذه القضية وتضع الأولوية حتى الآن في قضية الوضع مع روسيا، وبالمقابل تجد بأنها في عزلتها الآن في الشرق الأوسط تخاطر بأن تفسح المجال لخصومها سواء روسيا أو لمنافستها الصين بأن تخترق منطقة استراتيجية، ويمكن أن تزعزع الوضع الإقليمي والدور الدولي للولايات المتحدة. وبالتالي جزء كبير من اهتمام بلينكين بالموضوع هو أنها بعد يعني إعادة الولايات المتحدة لتكتشف مركزية الشرق الأوسط وأثره في الصراع الدولي الجاري سواء مع روسيا أو في المنافسة الشرسة مع الصين. شكرا جزيلا لك من دبي، رئيس مركز الشرق للبحوث الدكتور سمير التقي. نشرت كتائب القسام مقطعا مصورا